ربنا يشفيك يا مؤمن وترجع احسن من الاول. اكيد ده دعاء كل المصريين مش الاهلاويه بس، ده الدعاء اللي يمكن خلال الاسابيع اللي فاتت كل الجماهير المصريه باختلاف انتمائها بتقول ربنا يرجعك بالسلامه يا مؤمن ونشوفك تاني في الملاعب. النهارده كان في صوره رائعه، صورة يعني خلينا نقول ان احنا بنركز عليها لجزء مهم جدا. اولا ما بنركز عليها لان ده شيء جديد في النادي الاهلي، لا احنا بنركز عليها علشان تكون صورة لكل الناس اللي بتقول ان النادي الاهلي ممكن يبيع اولاده، ان النادي الاهلي بيبيع ابنائه. لا، النهاردة صورة مختلفة، النهاردة صورة مؤمن زكريا داخل استاد التتش. الصورة بجد كانت صورة رائعة لان احنا شفنا فيها يعني لقطات كتيرة جدا. اولا التفاف اللاعبين حوالين مؤمن كان شيء اكتر من رائع، زمايله واخواته، وكمان على مستوى الإدارة، على مستوى مجلس الإدارة، على مستوى مدير النادي بيقدم، أنا في اعتقادي شيء قليل جدا جدا لمؤمن زكريا أنه بيقدم له كمان عقده لثلاث سنين كامل مكمل. الصورة دي زي ما بقولك إحنا بنركز عليه عشان نقول آه إيه ده النادي الأهلي ده بيعمل كذا كذا، لا النادي هو ده النادي الاهلي، يعني هي دي الصوره الطبيعيه للنادي الاهلي، لكن احنا بنركز عليها علشان بندي كمان رساله للناس التانيه ان هو ده النادي الاهلي، النادي الاهلي بيهتم باولاده، النادي الاهلي اللي بيهتم بابنائه، النادي الاهلي اللي ما بيبيعش اولاده، الناس اللي بتشتري النادي الاهلي، النادي الاهلي بيحطها فوق راسها، والجماهير بتحطه فوق راسها، هو دوت صدقوني هو ده المكسب الحقيقي لوجودك في النادي الاهلي. ممكن تجري ورا فلوس، ممكن تجري ورا شهره، الشهره هتلاقيها في النادي الاهلي، البطولات هتلاقيها في النادي الاهلي، حب الجماهير هتلاقيه في النادي الاهلي، ومش دلوقتي بس، لما بتكلم ما بتعتزل، لما الناس وانت ماشي في الشارع ده بيقول لك اه ده كان لعيب النادي الاهلي. فكل ده شفناه بصراحه في منظر اكتر من رائع النهارده سهام، التفاف اللعيبه حوالين مؤمن سليمان، الصوره الجميله اللي طلعت دي لقطه اليوم، دي يعني دي اعتقد اليوم. ممكن شهر تسعة مؤمن زكريا من الناس اللي انا يعني خلينا اقول اكيد كلنا يعني في حاله يعني حزينه، كلنا في حاله ان احنا نفسنا ان شاء الله نشوف مؤمن موجود في الملاعب تاني، لكن زي ما بقول لك الوقت اللي بيمر بيه وقت صعب جدا، لكن اللي بيقومه واللي بيخلي روحه المعنويه عاليه جدا الحب اللي شافه من زمايله، والحب اللي شافه من مجلس الاداره. خلي بالك مش النهارده بس، الجماهير بتتكلم على مؤمن من اكتر من اربع خمس شهور لما حالته بدات تسوق شويه. فده اللي بقول لك دي القيمه الكبيره للنادي الاهلي، دي القيمه اللي ممكن حد ما يفكرش انه ممكن يوصل لها لسبب او لاخر يعني.